الرياض على أن أتاحوا لنا هذه الفرصة أن نتواصل ونقدم هذه الورشة مع الإخوة المهتمين بمحاسبة الزكاة. وورشتنا اليوم مثل ما هو عنوان عن عنوانها إن شاء الله حتكون ورشة عن طريقة الهيئة في حساب الزكاة. وأيضا نأكد أن هذه الطريقة أو ما بنطرحه اليوم هو فقط وفق اللائحة التنفيذية لإجابات الزكاة الصادرة في سنة 1440، واللي إن شاء الله حيبدأ العمل فيها اعتبارا من أو بدأ العمل فيها حقيقة اعتبارا من سنوات اللي هي تبدأ في أو بعد 1/1/2019. حتى يعني ندخل هالموضوع ونبدأ نتكلم فيه بشكل تفصيل، ونستعرض إن شاء الله كل الجديد في اللائحة، سواء ما يتعلق بالإضافات أو الحسميات أو أي يعني جديد في لائحة 40 مختلف عن لائحة 1438 والتطبيقات الزكوية السابقة لها. لابد يعني نعرج ابتداءً على أمر مهم حقيقة، واللي هو ما يعني ما هو السند النظامي للائحة. مثل ما تعرفون هو صدرت عدة مراسيم ملكية تؤكد جباية الزكاة من الشركات والأفراد السعوديين. آخر هذه المراسيم حقيقة اللي هو المرسوم الملكي ميم 40 الصادر في 1405، والذي أكد في أول منه بأن تجب الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة. بقي المرسوم الملكي حقيقة لم يصدر له، هذا المرسوم الملكي هو بمثابة وعبارة عن نظام ينظم أو يقر اللي هو جباية الزكاة من الأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو غيرها ممن يخضعون للزكاة. لم يصدر حقيقة لهذا النظام لائحة تنظم اللي هو الإجراءات التنفيذية لجباية الزكاة، واكتفي بأنها يعني يرتكز أو يعتمد على الفتاوى الشرعية وعلى القرارات الوزارية وعلى التعاميم والمنشورات اللي كانت تصدرها الهيئة في حينه. وكانت أيضا فتاوى وقرارات وتعاميم ومنشورات متجددة بحيث أنها تواكب أي جديد في محاسبة الزكاة أو في أي جديد من يعني ما تظهر نوازل الزكاة على سواء كانت في جانب الإضافات أو في جانب الحسمية. حتى صدر أو أنه صار فيه قرار مجلس الوزراء 126 في سنة 1436، والذي أعطى وزير المالية الحق في أن يصدر الإجراءات التنفيذية لجباية الزكاة. على هذا أصدرت اللائحة أو ما سمى لائحة 1438، صدر القرار الوزاري رقم 20/82 في سنة 1438، الذي صدر بلائحة مكتملة منظمة اللي هو جباية الزكاة، وبدأ العمل فيها من بداية صدورها. أيضا اللائحة 38 لم تأتي حقيقة بجديد، هي فقط كانت تجميع للفتاوى والقرارات الوزارية والتعاميم والمنشورات التي تصدرها الهيئة المعمول فيها في ذلك الحين، وبدأ العمل فيها. حتى حقيقة صدرت لائحة 1438 كنسخة ثانية من لائحة الزكاة في لائحة 1440 صدرت بمفهوم جديد للزكاة، صدرت ببعض اللي هو المعالجات المختلفة تماما عن المعالجات السابقة. أيضا صدرت كسريان بحيث أنها تبدأ أو تسري أحكامها على السنوات التي تبدأ في أو بعد 1/1/2019، بمعنى أن لائحة 1440 لم تلغي لائحة 1438، بل لائحة 1438 تسري على السنوات المنتهية في 31/12/2018 وما قبلها. أما سريان لائحة 2440 فهي تسري على السنوات التي تبدأ في 1/1/2019 أو بعد هذا التاريخ، بمعنى اللائحتين لا زالت قائمة بما تخص اللي هو ما يختص بها من سنوات مثل ما ذكر.
لكن حقيقة قبل أن نتكلم عن موضوع الاحتساب وندخل في حساب الزكاة، مثل ما تعلمون حساب الزكاة له عدة طرق، منها أشهرها طريقة رأس المال العامل أو الطريقة المباشرة، وأيضا الطريقة الأخرى اللي تعمل بها الهيئة اللي هي طريقة صافي اللي هو صافي اللي هو الأموال المستثمرة أو صافي حقوق الملكية، وهذه الطريقتين هي الطريقتين الأكثر استخداما في العالم الإسلامي. لكن كل هذه الطرق وغيرها من الطرق التقديرية وما إلى ذلك هي حقيقة يهمها أنها تصل لوعاء الزكاة. لكن أيضا يعني ما هو وعاء الزكاة حتى اللي إحنا الآن نبدأ نشتغل كاحتساب زكاة حتى نصل لهذا الوعاء؟ وعاء الزكاة يجب أن نفرق بالشكل الكبير، أن نقول فرق كبير ما بين الأموال الزكوية وما بين وعاء الزكاة. إذا كنا نتكلم نقول الأموال الزكوية، الأموال الزكوية اللي حنا نعرفها كمحاسبين بالأصول أو بالموجودات المتبقية، وهي لن تخرج هذه الأموال الزكوية أما أن تكون في شكل نقد أو في شكل مخزون اللي هو البضاعة غالبا، أو في الدين الذي على المكلف نتيجة اللي هو بيع وشراء وما إلى ذلك، أو في الاستثمارات للتجارة أو الاستثمارات للمضاربة. هذه الأربع أنواع أو غيرها من بعض الأمور الخاصة ببعض الأنشطة، لكن غالباً لن تخرج عن هذه الأربعة أو ما في حكمها. هذه الأموال الزكوية. لكن هل الأموال الزكوية هي الوعاء؟ لا، ليس الأموال، ليس كل مال زكوي هو وعاء. لذلك كذا نحتاج أن يبقى الوعاء فقط ما استغرق من حقوق الملكية في الأموال الزكوية. أن نعرف كمصادر تمويل، مصادر التمويل لا تخرج عن أمرين، يا حقوق الملكية أو الالتزامات التي على المكلف، سواء كانت التزامات قصيرة أو التزامات طويلة. أن نقول يهمنا الآن، وأيضا هذه مصادر التمويل هي استغرقت في الأصول بنوعيها، سواء كان الأصول المتداولة أو الأصول اللي هو الثابتة وما في حكمها من استثمارات أو غيرها. أن نقول الآن حتى نصل للوعاء طبقا للائحة 1440، حنا نقول فقط نبحث عن ما استغرق من حقوق الملكية في الأصول الزكوية في النقد أو في المخزون أو في الدين أو في الاستثمارات التي للتجار أو للمضاربة. بمعنى آخر، كأن نقول بمفهوم المخالفة يجب أن نستبعد أي ديون استغرقت في الأموال الزكوية لكي نصل للوعاء. فنخلص أن الوعاء هو صافي الأموال الزكوية بعد أن نستبعد من الأموال الزكوية ما استغرق فيها من ديون على إطلاقها. هذا هو الوعاء. بمعنى آخر، كأن نقول كل وعاء مال زكوي، ولكن ليس كل مال زكوي، ليس كل مال زكوي وعاء. مثل كذا احنا نقول بطريقتنا بي 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 اذا عملنا قواعد اللي هو ومواد لائحة 1440، فحنا سنخلص الى وعاء يغلب عليه انه فقط ما استغرق من حقوق الملكية في الاموال الزكوية في النقد والمخزون والدين المكلف والاستثمارات للتجار او ما فيه. هذا هو الوعاء حقيقة، حتى يكون يعني متصورين لباله. لكن حتى أنا كمحاسب، طالما أني الآن يهمني أني أفرز اللي هو حقوق الملكية، يهمني أيضا أني أشوف الدين وما استغرق منه في أموال زكوية واستبعد، ويهمني أيضا أشوف ما استغرق من حقوق الملكية من ديون طويلة أجل في أصول غير زكوية وأيضا أستبعدها. هذا حقيقة يعني حتى يتمكن حاسب الزكاة من هذه العملية، هو يعني يجب أن يكون لديه قائمة مركز مالي. وأنتم تعلمون قائمة المركز المالي هي لقطة لحظية في نهاية الفترة المالية التي تمثلها هذه القائمة، وهي أيضا توضح مال المنشأة وما عليها، ما لها من موجودات وما عليها من التزامات وحقوق ملكية. بهذه القائمة نستطيع أن نصل إلى ما استغرق من حقوق الملكية، ما استغرق من حقوق الملكية في الموجودات الزكوية إذا أعملنا اللي هو مواد، وخصوصا المادة الرابعة والخامسة من مواد اللائحة. يهمنا الآن أن نبحث بشكل كامل على ما استغرق من حقوق الملكية في الموجودات المتداولة، لكن بطريقة غير مباشرة، لأن الطريقة اللي أخذتها الهيئة هي الطريقة غير المباشرة باعتبار أنها الطريقة الأنسب إذا كان إيجابي ولي الأمر زي ما هو الحال مطبق في المملكة العربية السعودية. نقول حتى نصل
هذا الوعاء اللي ذكرناه لابد أن يكون لدينا قائمة مركز مالي. أيضا نحتاج تفاصيل أكثر في قائمة المركز المالي، نحتاج أحيانا اللي هو القوائم المالية الأخرى المساعدة، التدفقات النقدية، التغير في حقوق الشركاء، فضلا عن قائمة الدخل. وأيضا مهم جدا أن يكون لدينا إفصاحات أكبر وإيضاحات أكبر حول قائمة المركز المالي وغيرها من القوائم المساعدة لها. حقيقة حتى نستطيع أن نتكلم عن طريقة الهيئة طبقا للائحة 1440 لابد أن يعني نوضح ابتداء المرتكزات والمفاهيم المهم أنها بنيت عليها اللائحة ك يعني نصوص قانونية ونصوص نظامية. فلا بد ابتداء أن يعني نعرض بشكل سريع على المرتكزات. أول هذه المرتكزات حقيقة اللي هي الشخصية الاعتبارية، بمعنى آخر أن يعامل المكلف زكويا على أنه شخصية اعتبارية مش شخصية اعتبارية اللي هو الوحدة الاقتصادية. فنقول إحنا لابد يكون في شخصية اعتبارية مستقلة عن ملاكه تماما، وأيضا يتبع هذه الشخصية الاعتبارية يكون له ذمة مالية مستقلة. وأيضا يهمنا أيضا تعاملات المكلف اللي هو الآن مكلف مع الأشخاص المرتبطين فيه، يعني يجب أن نعاملهم زكويا على أنهم أشخاص اللي هو مستقلين بشكل كامل، مثل لو بينا نتعامل مع قروض الشركاء أو جاري الشركاء أو قروض الشركات القابضة الشركات التابعة، فيجب أن يتعامل هنا وأعمل الشخصية الاعتبارية بحيث أن يقول أنا أصل بأن يتعامل مع كل الأشخاص المرتبطين كأنهم أشخاص مستقلين. أيضا الشخصية من أعمال الشخصية الاعتبارية أن المطالب بالمستحقات الزكية هو المكلف كشخصية اعتبارية وليس اللي هو ليس ملاك. هذا من الأمور من المرتكزات المهمة. أيضا المرتكز الآخر أن نقول هناك أصول غير زكوية، أن نقول الأصول الثابتة وما في حكمها، الأصول التي اشتريت أو اقتنيت لغرض استخدامها في نشاط المنتجة في نشاط المنشأة وإنتاج الربح ولم تقتنى لإعادة بيعها مرة أخرى، فهي أصول غير زكوية يجب فقط اللي هو الأموال الزكوية فقط. نقول الأصول الثابتة لا تخضع للزكاة بشكل كبير، وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ليس على المسلم في فرسه وعبده زكاة. وأيضا من اللي هو حكمة الشريعة الإسلامية أنها تشجع اللي هو الاستثمار في أدوات الإنتاج وبالتالي لا تخضعها للزكاة. من المرتكزات أيضا اللي هو تاريخ حلول الزكاة، أن نقول يجب أن يتعين تاريخ لحساب الزكاة كل عام، هذا التاريخ يجب أن يكون له بداية ونهاية. أيضا العام الزكوي يجب أن يكون امتداد لنهاية آخر عام زكوي حوسب عنه المكلف حتى لا يصير فيه انقطاع وحتى لا يصير فيه فاقد زكوي، فيجب أن يكون سنوات متواصلة وممتدة. وأيضا من حق المكلف أن يعتمد العام الزكوي الذي يراه متوافق معه، خصوصا في الشركات في عقود التأسيس، لكن مثل ما ذكرنا يجب أن لا يكون هناك أي ساقط من أيام أو فترة معينة حتى يصير يعني الفاقد اللي تمثل هذه الأيام في احتساب الزكاة كفاقد زكوي. أيضا من المرتكزات اللي هو المال المستفاد، والمال المستفاد حقيقة يعني ينظر للحول، ما قلنا أن إحنا نتعامل أو يهمنا كحساب زكاة أن يكون لنا قائمة مركز مالي. قائمة المركز المالي ننظر للمال في قائمة المركز المالي في تاريخ هذه القائمة، هو غالباً حيكون في نهاية تاريخ السنة المالية اللي هو اعتبرنا إحنا تاريخ حلول الزكاة، دون اعتبار حقيقة اللي هو أي اعتبار بتاريخ دخول المال في حوزة المنشأة داخل السنة الزكوية. فالمال المستفاد خلال الحول وبقائه لنهاية السنة المالية يدخل في بناء الوعاء، ولا يعني اعتبار لحولان الحول عليه، لأنه يعد مال مستفاد خلال السنة المالية.
وإن كان المال الزكوي كزيادة في رأس المال فيؤخذ بنسبة وتناسب لما استفادت من هذا الحول، أو إذا كان متولد في المنشأة مثل الأرباح فهو حوله حول أصله اللي هو حول حول رأس ماله، ولا ينظر في اللي هو الأموال أو في الأرباح اللي حولها الحول. وأيضا أو كان دين يكون ضمن الوعاء في حدود ما تملكه المنشأة من أصول غير زكوية، وهذا بيجينا إن شاء الله الحديث عنها بالتفصيل. لكن ننتهي إن المال المستفاد يجب أن تؤخذ الأقيام مثل ما هي ظاهرة في نهاية السنة المالية، ولا ينظر لهذا المال متى دخل ومتى استفادت منه المنشأة داخل الحول الزكوي أو داخل اللي هو العام الزكوي. أيضا من المرتكزات إن اللي هو اعتماد القيم الظاهرة في القواعد المالية، نقول حساب الزكاة يجب أن يكون وفق القيم الظاهرة في القواعد المالية في تاريخ حلول الزكاة طبقا لقياسها وفق المبادئ والمعايير المحاسبية، سواء كانت بالقيمة العادلة أو التكلفة التاريخية أو غير ذلك من القيم. إحنا نقول طالما أن القوائم المالية صدرت بقيم معينة، القيم المعينة هذه ارتضاها اللي هو الملاك المنشأة، وارتضاها أيضا المحاسب القانوني ورجعت المحاسب القانوني، وهي القيم المعبرة عن القيمة الحقيقية لقيام اللي هو الأصول خلال في نهاية السنة المالية، سواء كانت بالتكلفة التاريخية أو اللي هو بالقيمة العادلة لبعض الأصول مثل الاستثمار في الأموال في الاستثمار الأوراق المالية لها سوق نشط أو غيرها، أو إذا كان في إعادة تقييم لبعض الأصول أن نقول هي تؤخذ القيم الظاهرة في القوائم المالية مثل ما هي ظاهرة في القوائم المالية، حتى طالما أني أنا أستفيد من اللي هو توازن الميزانية فيجب أني أخذ اللي هو التوازن في طرفي الميزانية، سواء في طرف اللي هو الخصوم أو في طرف الأصول، وبالتالي يجب أني أخذ القيم اللي هي حتسمع مثلا لو يعيد التقييم الأصول الثابتة قطعا حيظهر من ضمن حقوق الملكية اللي هو احتياط إعادة التقييم. فنقول إحنا نأخذ القيم لأن المحاسبة وتطبيق اللي هو السليم للمحاسبة يكفل لي اللي هو كحاسب زكاة التوازن في قائمة المركز المالي، وبالتالي أنا أستفيد من هذا التوازن في احتساب الزكاة، فلا بد أن أخذ القيم الظاهرة في القوائم المالية، إلا إذا كان هناك فيه من عمليات الفحص ظهر أن القيم غير حقيقية أو أنها ما عبر عنها بشكل صحيح، فهذا يعني أمر فحص. لكن إحنا نقول للوهلة الأولى وللتطبيق الأولي للزكاة فيجب أن تؤخذ القيم الظاهرة في قائمة المركز المالي. أيضا من المرتكزات اللي هو أن الدين على المكلف يمنع الزكاة، وهذا حقيقة من الأمور المهمة في لائحة 1440 أن يختلف بشكل جذري عن لائحة 1438. في لائحة 1438 كنا نقول الدين، وهذا طبقا للفتوى، الدين إذا حال عليه الحول وبقي نقدا أو آل إلى أصل زكوي فيجب أن يخضع للزكاة، أو يضاف إذا قابل محسوم من محسومات الوعاء مكونات الوعاء. لكن في لائحة 40 قيل أن الدين يمنع الزكاة، بمعنى آخر الدين يكون منقص للأموال الزكوية على الإطلاق، يكون الدين منقص للأموال الزكوية لأنه عبء على وعاء الزكاة. لكن يجب أن نمزج هذا الرأي الشرعي بالرأي الشرعي الآخر اللي هو في المرتكز رقم 7 اللي سميناه حماية الوعاء من الدين طويل الأجل. نقول الآن طالما أن أخذنا باعتبار أن الدين طويله وقصيره عبء على الزكاة، عبء على وعاء الزكاة أو عبء على الزكاة، فيجب أن نمزج بأن نقول يجب أن نحمي الوعاء من الدين الطويل في حالة أن كان للمكلف أصول ثابتة أو ما في حكمها تكون مقابلة لهذا الدين في حال الإفلاس أو ضامن لهذا في حال الإفلاس، فيجب أن الآن أن نضيف من الديون الطويلة بقدر اللي هو الأصول الثابتة أو ما في حكمها من استثمارات طويلة الأجل، حتى نحمي الوعاء من أن ينقصه الدين طويل الأجل، وهذا بيجي معانا أيضا إذا استعرضنا بنود اللائحة بشكل تفصيل. لكن لا يؤخذ أن المرتكز أن الدين
يمنع الزكاة، أن الدين الطويل يمنع الزكاة في اللي هو بعيدا عن إيه؟ عن حماية الوعاء من الدين طويل الأجل. وللعلم هذه كلها آراء شرعية، وآراء شرعية معتبرة، ولها أقوال في عدة مذاهب، ولها وعليها يعني قول ورأي أكثر اللي هو أهل العلم المهتمين بالزكاة في العصر الحديث. حقيقة هذه المرتكزات، في عدة مرتكزات، لكن هذه أهم المرتكزات اللي يعني يسعدنا الوقت بحيث أن نستطيع أن نقدمها في هذه الورشة على عجالة. لكن حقيقة طريقة الهيئة، طريقة الهيئة في احتساب الزكاة تقوم الطريقة على أن يتم حصر جميع مصادر الأموال الداخلية، يعني مصادر الأموال الداخلية يعني حقوق الملكية وما في حكمها، وما في حكمها أيضا المخصصات وما إلى ذلك، يتم حصرها ويضاف لها مصادر الأموال الخارجية اللي هي التزامات طويلة الأجل، فقط التزامات طويلة الأجل بقدر قيمة الموجودات غير الزكوية اللي احنا نسميها المحسومات، للوصول إلى ما استغرق من حقوق الملكية في الموجودات الزكوية. ابتداء نحصر مصادر الأموال الداخلية لحقوق الملكية، وأيضا بعد ذلك نحصر المحسومات ونشوف احنا كم عندنا من ديون طويلة أجل، فنضيفها بقدر المحسومات حتى يعني نحمي الدين من ايه، مثل ما ذكرنا، من اللي هو حسم الوصول او الديون طويله الاجل من هذا. هذه قائمه مركز مالي مبسطه، مصادر الاموال واستخدامات الاموال. ولو افترضنا ان عندنا مصادر اموال داخليه اللي عبرناها بباء، احنا نستصحبها معنا كامل في الوعاء، ونحسب المحسومات اللي هي الاصول الثابته والاستثمارات طويله الاجل وما في حكمها، نضعها ايضا كعبء على الوعاء، ونضيف من مصادر الاموال الخارجيه ديون طويله الاجل فقط لغير الديون المتداوله اللي احنا عبرنا عنها باء، لكن ايش نضيف بقيمه في حدود اللي هو جيم اللي هو المحسومات، حتى اللي هو ننتهي ان نطبق اللي هو المرتكز رقم 6 ورقم 5 اللي هو نقول الدين يمنع الزكاة، لكن لابد أن نحمي اللي هو الوعاء من اللي هو من عبء الدين طويل الأجل، بأن نضيف من الديون طويلة الأجل بقدر المحسومات فقط. بمعنى آخر، لو كان عندي ديون طويلة أجل أكثر من قيمة المحسومات، فلا أضيف إلا بقدر قيمة المحسومات، وهذا اللي بيصير معنا. هذا يختلف بشكل كبير عن لائحة 1438 اللي كانت تضيف الديون طويلة الأجل على إطلاقها، سواء كانت أكبر أو أقل من المحسومات، وذلك حتى يصاب ما حال عليه الحول من الدين طويل الأجل، حتى إذا استغرق في الأصل الزكوي. إحنا قلنا لا، إحنا يهمنا الأصل الزكوي الآن أن ننتهي إلى وعاء خالي من الدين بشكل يعني كبير، بحيث أن نكتفي بما استغرق من حقوق الملكية بالأموال الزكوية، أو ما سميناه حتى صافي الوعاء، صافي الوعاء. هذه حقيقة يعني تطبيق عملي وتطبيق يعني رقمي للوعاء. هذا الوعاء احنا نرى الآن مثلا على سبيل المثال المصادر الخارجية اللي استغرقت في المحسوم، نقصد المحسوم اللي هو المحسومات وصول الثابتة وما في حكمها من استثمارات. الآن احنا عندنا دين فقط 13، بينما المحسومات قيمتها كم؟ 17. فأنا الآن أجري مقارنة ما بين الدين طويل الأجل والمحسومات، طالما أن الدين طويل الأجل أو المحسومات أكثر من الدين طويل الأجل، فأنا أستصحب كامل قيمة اللي هو الدين طويل الأجل معي، حتى يصير يقابل لقيمة المحسومات بقدره، سواء كان 13 أو أكثر، بحيث لكن حد مثل ما قلنا لا يزيد عن قيمة المحسومات. بعد ما أضفت اللي هو الديون طويل الأجل، بعد أني سويت لها مقارنة مع قيمة المحسومات، أضيف لها مصادر الأموال الخارجية اللي هي حقوق الملكية، أصبحت عندي الآن مكونات الوعاء قيمتها 20. أحسم منها الآن اللي هو الموجودات اللي هو المحسومة، موجودات المحسومة اللي هي 17، حخلص إلى وعاء الآن، حخلص إلى وعاء متبقي اللي هو قيمته كم؟ قيمته 3، اللي هي مثل ما ذكرنا لو نتراجع اللي هو المصادر الداخلية زائد اللي هو مستغرق أو الديون طويلة الأجل، وبعد ما نحسم منها اللي هو الموجودات
غير الزكويه المتمثله في الاصول الثابته وما غيرها اللي يطلق عنها عليها المحسومات، نخلص الى وعاء قدره 3. وحنا الان طبقنا اللي هي الطريقه غير المباشره، طريقه الهيئه، لكن ايضا تتطابق الطريقه تماما مع الطريقه المباشره، لان اخذنا نفس الاقيام، اخذنا نفس مستوى الافصاح، وايضا المهم ان اخذنا نفس الاختيارات الفقهيه في الطريقتين. يعني قلنا والان ايضا عملنا على الطريقه المباشره، فهي حسمنا اللي هو الاصول المتداوله، الديون المتداوله والالتزامات المتداوله من الاصول المتداوله، نخلص الى وعاء متطابق في الطريقتين. هذه الحاله اذا كانت الديون طويله الاجل اقل من قيمه المحسومات، مثل ما راينا استصحبناها 13 بالكامل معنا. لكن ايضا هذا مثال اخر، مثالنا هذا ان مصاد الاموال المستغرقه في المحسوب اللي هي الديون طويله الاجل قيمتها كم؟ قيمتها اكبر من المحسومات. احنا كنا في لائحه 38 طالما انها ثبت انها طويله الاجل وحال عليها الحول انا استصحبها معي في الوعاء بالكامل، لا، في لائحه 40 فقط انا استصحب للوعاء فقط اللي هو الديون طويلة الأجل بقدر المحسومات. الآن الديون طويلة الأجل عندي طبقا لقائمة المركز المالي 13، بينما المحسومات قيمتها 10، فأنا أستصحب معي في الوعاء فقط اللي هو كم؟ اللي هو قيمتها فقط اللي هي 10. هذا اللي هو بحيث أني لا يهمني لو أخذت 13 بالكامل كأني أقول ما استغرق من الدين طويل الأجل في الأصول المتداولة هي الأصول الزكوية يجب أن إيش يخضع للزكاة هنا فقط، حتى أخلص اللي هو الوعاء من الدين أنا أستصحب معايا فقط ديون طويلة الأجل بقيمة المحسومات في حد أعلى الإضافات. بعد كذا أضيف لها اللي هو المصادر الداخلية اللي هي حقوق الملكية، وأخلص إلى مكونات وعاء قدرها 17 أحسن منها المحسومات، فأنا أخلص الآن إلى وعاء زكاة قدره اللي هو قدره 7 اللي هو المتبقي من مصادر الأموال الداخلية من حقوق الملكية المنعكسة في الموجودات غير المحسومة أو الموجودات الزكوية. أيضا مثل ما ذكرنا بعد ما أعدنا تبويب اللي هو الثلاث المتبقية وجعلناها الآن كأنها قطعا أنها رياضيا ومحاسبيا مولة الأصول المتداولة، الآن لو أيضا عملت اللي هو الطريقة المباشرة حنصل إلى وعاء قدره 7 اللي هو أيضا متطابق مع اللي هو مع وعاء طريقة الهيئة، وهذه طابق الطريقتين المباشرة وغير المباشرة مثل ما ذكرنا، لأن أخذنا اللي هو الاختيارات هي واحدة وأن وصلنا لمستوى من الإفصاح يخدمنا لأغراض كل طريقة بشكل كامل. هذه حقيقة فكرة الدين مثل ما ذكرنا، لا يضاف من الديون طويلة الأجل إلا ما استغرق إلا بقدر المحسومات أو بقدر الأصول الثابتة وما فيها. حقيقة حتى نبدأ نتكلم عن اللائحة، وهذا المهم بشكل كبير، وعن تحديدا عن المادة الرابعة والمادة الخامسة في اللائحة، اللي هي المادة الرابعة تكون عن اللي هو مكونات وعاء، أو بعض ما يحل للزملاء اللي يسميها الإضافات على الوعاء، أو بعضهم يسميه اللي هو الأرصدة الموجبة في الوعاء، ويسمي الحسميات اللي هو الأرصدة السالبة على الوعاء. لكن احنا نقول الوعاء اللي هو يتكون وعاء الزكاة، يهمنا ابتداء ان نقول مكونات وعاء الزكاة. لأجل كذا بدأت اللي هو المادة الرابعة اللي هي خاصة بتكوين وعاء الزكاة بأن قيل يتكون وعاء الزكاة للمكلف الذي يمسك الدفاتر التجارية من جميع أموال الخاضع لجباية الزكاة ومنها الآتي. نقول يمسك دفاتر تجارية بمعنى هذا المكلف اللي عنده دفاتر تجارية متكاملة يستطيع من خلالها أن يصدر قوائم مالية معدة طبقاً المبادئ والمعايير المحاسبية المتعرف عليها لجل نستطيع أن نحسب. أما معنى آخر كأن نقول مكلف التقدير خارج نطاق اللي هو حديثنا اليوم، وخارج نطاق المادة الرابعة والمادة الخامسة. أيضا
مكلفي التمويل من البنوك شركات التمويل الأخرى مرخص لها مؤسسة النقد خارج هذا النطاق، وصدر لها اللي هو تعليمات في احتساب الزكاة مغايرة تماما عن هذا الحساب. احنا نقول الآن من يحاسب بهذه الطريقة، المادة الرابعة والمادة الخامسة، هو من يصدر قوائم مالية ومن غير نشاط التمويل المرخص من مؤسسة النقد. أيضا مهم جدا احنا نقول يتكون وعاء الزكاة، يعني يتكون، لازلنا في مرحلة التكوين. بمعنى آخر يوم يجي نتكلم عن رأس المال، لا يقال أن رأس المال يخضع للزكاة، لا لا، ولا يقال مثلا أن رصيد أول عام من الاحتياطيات يخضع للزكاة، هذا فهم غير صحيح حقيقة. احنا نقول طالما أن رأس المال أنا أورده الآن من ضمن المكونات وأروح أحسن منه على سبيل المثال الوصول الثاني، فكأني أقول الجزء اللي استغرق أو آل من رأس المال في الأصول الثابتة غير خاضع للزكاة، فكأن بمفهوم الآخر المكمل أقول ما آل من رأس المال أو بقي في نهاية السنة أو آل منه في الأصول الزكوية اللي هي في النقد على سبيل المثال هذا اللي يخضع للزكاة. فلما أضيف رأس المال هنا فلن أضيف، ما أضيفه لكي أخضع، لا، أضيفه لكي أستخلص منه الأصل غير الزكوي وأبقي منه ما استغرق فين في الأصول الزكوية. فلا يقال أنا خضعت رأس المال، لا يقال خضعت الدين، لا يقال خضعت اللي هو المخصصات والاحتياطيات، يعني لا لا لا، يجب أن نأخذ المادتين، مادة الإضافات المادة الرابعة ومادة الحسميات، نتيجتها هو اللي بيخضع للزكاة. فأنا الآن لازلت في مرحلة تكوين وعاء الزكاة. حنا نقول بسم الله وننطلق ونقول أول مكونات الوعاء اللي هو رأس المال. رأس المال هو يعني أول حقوق الملكية، ورأس المال أيضا يعرف الجميع أنه التزام للالتزام على المنشأة لملاك المنشأة، فإذا حنا أعملنا مثل ما ذكرنا اللي هو الشخصية الاعتبارية. نقول رأس المال في بداية السنة يجب أن نضيفه من ضمن مكونات الوعاء. أيضا رأس المال قد يحدث أن يطرأ عليه زيادة خلال العام، أن نقول إذا كده نص في اللائحة وكذا الزيادة فيه في رأس المال، إذا كان مصدر الزيادة أحد عناصر حقوق الملك، نقول إذا كان زيادة رأس المال علي بالاحتياطيات على سبيل المثال احتياطيات عامة علي بها رأس المال، فهو الآن مال موجود، حق ملكية موجود من أول السنة، لكن ارتوي أنه يغير مكانه، كان مكانه في اللي هو في الاحتياطيات علي به رأس المال، فهو مال موجود من أول السنة. لجل كده نقول إيه؟ نقول نضيف رأس المال والزيادة عليه إذا كان مصدر هذه الزيادة أحد حقوق الملكية، لأن رأس المال لأن مال متبقي، لكن فقط شيل من مسمى اللي هو الأرباح المرحلة إلى مسمى رأس المال. أيضا لو كانت هذه الزيادة تمويل لبند من البنود المحسومات، لو جانا شريك جديد أو أحد الشركاء دخل بحصة عينية مثلا شركات نقل، قال هذا ندخل مثلا بشاحنات كزيادة لرأس المال، وعلي رأس المال مقابل زيادة هذه الأصول، هي حتكون معانا من ضمن الحسميات، فيجب أني أني أزيد أو أني أخذ زيادة رأس المال إذا كانت الزيادة عبارة عن حصة عينية أو تمويل أحد المحسومات مهما كانت. لو كان مثلا اللي هو تغطية خسائر، يجب أني أخذ التغطية لأني أحسن الخسائر، أو إذا ظهرت الخسائر في النهاية بقيمتها فأنا أخذ الخسائر مثل ما يجي معانا طبقا للقوائم، وهذا بيجي فقط. أيضا لو كانت الزيادة نقدية على رأس المال، هذه نتكلم معها في الفقرة الثالثة. أيضا من ضمن المكونات الإيرادات والدفعات المقدمة المكلف أول عام الزكوي أو نهايته أيهما أقل. إحنا نقول إذا كان في دفعات مقاول حصل على دفعة من عميله، الدفعة هذه بقيت عنده وحال عليها الحول، أو أنها يجب أن نضيفها في أول فترة أو آخر فترة يوم أقل. وهذه حقيقة ما في كلها، ما في تغيير اللائحة 38، والعمل عليها البندين هذه أولا واحد واثنين زي ما فيها نفس اللي هو المعاملة في لائحة 38. لكن أيضا ثلاثة هو الخاص بالديون على المكلف أو القروض أو التمويل، نسميها ما سميناها، فهذه هو حقيقة الموضوع اللي تغير بشكل كبير
إلى بفرق في النهايتين. ثلاثة قال الديون المستحقة على المكلف المصنفة طويلة الأجل. نقول له مصنفة طويلة الأجل لأن نستبعد اللي هو إضافة أي ديون قصيرة أجل إلا إذا وقعت بعض اللي هو الاعتبارات، ونذكرها إن شاء الله بشيء من التفصيل. لكن احنا نقول المادة نصت أن الديون المستحقة على المكلف المصنفة طويلة الأجل وما في حكمها من مكونات الوعاء الأخرى مثل التمويل الحكومي والتمويل التجاري والدائنين وأوراق الدفع وحسابات السحب على المكشوف وقروض الملاك وما إلى يعني إلى وغيرها من الحسابات الجارية لهؤلاء الملاك أو الشركاء. يعني نقول هذه الديون إذا صنفت طويلة أجل طبقا للقوائم المالية صنفت طويلة أجل فيجب أني أضيفها في الاعتبارات اللي هي ذكرت في من ألف إلى جيم. يقول إذا كانت الديون على المكلف أو مصادر التمويل الأخرى مدتها 354 يوم أو أكثر متداخل خلال العام الزكوي والعام التالي له وتضاف إلى وعاء الزكاة بما يخص كل عام بنسبة عدد أيام كل عام زكوي. نقول حنا إن الدين الآن طويل الأجل إذا كان طويل الأجل جاي من سنوات سابقة فهذا أنا أضيفه مباشرة وأجعل له وعاء خاص، يعني لازلت أنا أجمع اللي هو أجمع الديون طويلة الأجل. أيضا إذا كان هناك دين طويل الأجل ويحكم عليه إنه طويل الأجل إذا كانت مدته أكثر من 354 يوم، هذا الدين إذا حصلت عليه المنشأة خلال العام الزكوي ومدة أكثر من 354 يوم فأعتبره دين طويل وآخذه بنسبة وتناسب طبقا للأيام اللي استفاد منها الوعاء. بمعنى آخر لو أنه كان مثلا 1/7 فأنا أعتبر أنه الآن استفاد منه العام الزكوي في 6 أشهر فأخذ من قيمته إيه ما يقابل هذه 6 أشهر. لو كان مثلا 1,000,000 ومدته 3 سنوات وتجاوز 354 يوم فأنا أخذ اللي هو ما يقابل 6 أشهر فأضيف اللي هو 500 ريال أو 500,000 فقط من قيمة هذا الدين. أيضا الإضافة لا من الدين اللي جاي من أول فترة ولا من هذا الدين اللي جاني خلال العام، إضافة غير مطلقة بيجينا لها قيد إن شاء الله. لا ينقطع العام الزكوي للديون بتجديدها وبإعادة جدولها مع الدائن نفسه. نقول إذا صنفت هذه الديون أحيانا قصيرة أجل ما يسمى اللي هو اتفاقية الديون أو التمويل الدوارة أو قرض الدوار، إذا جددت هذه الديون مع نفس الدائن مع نفس البنك على سبيل المثال يجب أن يعتبره كأنه مستمر ولا ينقطع العام الزكوي لها وأضيفها واعتبرها من ضمن الديون طويلة الأجل. أيضا إذا لو أحل هذه الديون بديون أو مصادر تمويل أخرى تقوم بتمويل ما كانت تمويل هذه الديون، إذا حل محل دين صار فيه شراء دين صار فيه استحواذ بين شركات صار أي أمر آخر من هالأمور وحل دين محل دين كان الدين السابق يمول محسوم فيجب أني أضيف هذا الدين باعتبار أن الدين الأول انتهى لكن أثره في المحسومات الأصل لا زال موجود فما حل محله من دين جديد يجب أني أضيفه باعتبار أنه مول محسوم. هذه الديون كلها أنه قلنا أيضا قلنا المصنفة طويلة الأجل يفهم منها من نص اللائحة أن لا نقبل من القصير شيء لا نضيف من القصير شيء وهذا فهم يعني مقصود لكن يتنبه لعدة أمور حقيقة. أنا أنظر للدين إذا كان في القصير واستصحب معاي في الإضافات في حدود اللي هو جيم بحيث أن لا يتجاوز ما يضاف مما ذكر في هذه الفقرة مجموع ما يحسب بالوعاء ما بنجيب التفصيل. نقول الدين القصير أنا أضيفه إذا عندي عدة حالات، أولها إذا كان جزء من طويل، إذا كان القسط المتداول من الطويل يظهر في الالتزامات اللي هو المتداول باعتبار أن يسدد خلال 12 شهر القادم لكن هذا أصله طويل فيجب أني أضيفه واعتبره من اللي هو من الأصول من الديون طويلة الأجل. أحيانا إذا علم أن هذا الدين قصير الأجل لمصنف ضمن الالتزامات المتداولة علم يقينا أن مول محسوم فأنا أضيفه هنا لأنه مول محسوم ويهمني أزيل أثر الحسم اللي هو المحسوم على الوعاء فيجب أني أضيف مصدر تمويل.
ايضا اذا كان مثل ما ذكرنا، اذا كان قرض دوار وثبت انه قرض دوار وانه جدد مع المكلف مثل ما ذكر في باء مع الممول نفسه، وغالبا حيظهر بالقصير، فيجب اني استصحب معاي من ضمن الديون التي ستضاف ضمن مكونات البيعه. ايضا احيانا قد يكون جزء من حق ملكيه، احيانا في الارباح تحت التوزيع اللي ستوزع خلال 12 شهر، المحاسب القانوني يبوبها من ضمن الالتزامات قصيره الاجل، نقول في الاصل هذا ما هو دين، هذا هو حق ملكيه، حق ملكيه، فيجب اني اضيفه على على اللي هو على على الاطلاق. هذه تقريبا اللي هو الحالات اللي ممكن اني اضيف الدين قصير الاجل. واحيانا بعض الحالات اذا كان راس المال العامل بالسالب، بمعنى اذا كانت الالتزامات قصيره الاجل اكثر من اللي هو الموجودات قصيره الاجل، فالفرق قطعا رياضيا ومحاسبيا حيكون مول اللي هو مول الاصول الثابته او ما في حكمها المحسومه من الوعاء، فالفرق يجب اني استصحب معايا كل هذه الديون، سواء كانت طويله الاجل بالاعتبارات اللي ذكرناها في واحد في الف وباء، والديون قصيره الاجل بالاعتبارات اللي احنا ذكرناها كلها كاضافه على الوعاء، يجب الا تتجاوز قيمه ما يضاف منها من قيمه المحسومات، فقط اضيف ما يقابل قيمة المحسومات. فلو جمعت مثلا اللي هو دين قصير ثبت انه مول اصل 10 مليون وديون طويلة الاجل مليونين والمحسومات الان على سبيل المثال مليونين، فالان معي ديون 3 مليون، لكن ما اضيف من الوعاء اللي بقدر المليونين فقط، بقدر المليونين، والباقي يصير منقص الوعاء، لان هذا الراي الشرعي اللي كانت الهيئة كجهة منظمة وجابية للزكاة ممثلة لولي الأمر في جباية الزكاة. هذا حقيقة الموضوع المهم في لائحة 38 لائحة 40 عذرا، هو أيضا أكبر مواضيع حل الخلاف وحل النزاع ما بين الهيئة والمكلفين. الهيئة أخذت بالرأي هذا اللي هو أخف عبء على المكلفين، في السابق كان يضاف الدين على إطلاقه بدون حد، لكن لكي يصاب الدين إذا حال عليه الحول، لكن في لائحة 40 مثل ما ذكرنا اكتفي بأن نقي الوعاء من الدين ويضاف مثل ما ذكرنا من الديون طويلة الأجل أو ما في حكمها من الديون قصيرة الأجل بقدره بقدر المحسوب. أيضا من اللي هو مكونات الوعاء رصيد أول العام الزكوي من الاحتياطيات المرحلة من سنوات سابقة، باعتبار أنها الاحتياطي ما هو اللي عبارة عن ربح موجود وحال عليه الحول او انه بقي في العام الزكوي، وايضا استخدم يا في اصل زكوي او في اصل غير زكوي، فانا ابغى اضيفه حتى بعد كذا احسن منه اللي هو ما استغرق منه في اصول ثابته وما غيرها وغيرها، فاخلص ايش اصيب او ما استغرق منه في اللي هو الاموال الزكوي. ايضا رصيد ارباح مدوره من سنوات سابقه، الارباح المدوره لو في أرباح مرحلة أو أرباح مدورة من سنوات سابقة، أيضا هذه أرباح استخدمت واستثمرت في المنشأة، فيجب أني أستصحبها معي في الوعاء. أيضا المخصصات أول العام الزكوي يجب أني أضيفها أول العام الزكوي بعد حسم المستخدم منها خلال العام، لأن من حق المكلف طالما أنه الآن جنب جزء من ربحه لمواجهة أو من إيراده عذرا لمواجهة أي خسائر محتملة، وقع هذا اللي هو الغرض اللي شكل او انه كون من اجل هذا المخصص، من حق المكلف اني ما اضيف كامل قيمه المخصص اول العام، لا، خلال العام استخدم المخصص اني اخفض قيمه المخصص المضاف لمكونات الوعاء بقيمه مستخدم. ايضا صافي ربح العام الزكوي المعدل لاغراض الزكاه، ايضا الماده الثامنه والتاسعه من اللائحه ذكرت اللي هو المصاريف جائزه الحسم ومصاريف غير جائزه الحسم، هذه نحاكم حنا لها اللي هو الربح الدفتري، وبعد كذا والخسارة الدفترية مثل ما بيجي معنا في الحسميات، وبعد كذا نعدل، احنا نقول نستصحب معنا في مكونات الوعاء صافي الربح، لكن ليس صافي الربح الدفتري، لا، صافي الربح المعدل لاغراض الزكاة وفقا وفقا للائحة، تحديدا المادة الثامنة والمادة التاسعة من اللائحة. ايضا من مكونات الوعاء اللي هو الارباح تحت التوزيع، اي ارباح تحت التوزيع، احنا قلنا في خمسه رصيد الارباح المدوره، رصيد الارباح المدوره هذه لو وزع منها جزء خرج من اللي هو
من مال الشركه، فهذا لن يظهر معنا في قائمه 31/12، لكن احيانا في ارباح تحت التوزيع جنبت من رصيد اول العام من الارباح مدوره، جنب هذا الجزء، احنا نقول يجب اني اضيفها باعتبارها لا زالت باقيه في المنشاه واستخدمت في لاغراضها وفي استثمارها الداخلي او في الخارجي. احنا نقول الارباح يجب ان الارباح تحت التوزيع تكون من مكونات الوعاء، لكن يستثنى منها الارباح المعلن عن توزيعها ولم يتقدم اصحابها لتسلمها، لكن بشرط ان تكون مودعه في حساب خاص لا يسمح المكلف بالتصرف فيه، فهذا من حق المكلف الا تضاف، بمعنى كانه حجبت او كفت يد إدارة المنشأة أن تستخدمها في أغراض، فكأنها نقد محجوز من ضمن النقد الموجود، فيجب أن إيش أجنبه بحيث أني لا أصيب قيمة هذه الأرباح تحت التوزيع اللي مجنبة في حساب خاص واللي ظاهرة النقدية من ضمن النقدية الظاهرة في 31/12، أجنبها بأني لا أضيفها لمكونات الوعاء. أيضا من المكونات الوعاء اللي هو التغير في القيمة العادلة المحسوبة وفقا للمادة 6 السادسة من المادة السادسة من اللائحة. نقول القيم العادلة أي قيم عادلة، أعيد الآن مثلا اللي هو أخذت القيم العادلة في تقييم اللي هو الأوراق المالية من أسهم وغيرها مستثمر فيها على سبيل المثال، يجب أن أضيفها باعتبار أنها هي الجزء أو هي مصدر تمويل للزيادة على قيمة الأوراق المالية الظاهرة في 31/12 سواء كانت محسومة أو غير محسومة لإصابتها الزكاة أو لحسمها بحيث أنها تكون هي مكون وعاء. وأحيانا الآن بدأ بيطبق إن شاء الله اعتبارا من سنة 22 اللي هو سمحت اللي هو سكبة للشركات بأنها تستخدم اللي هو القيمة العادلة للعقارات باعتبار العقارات أصبح فيها سوق التقييم أو التقييم يعني جاهز. فالآن لو صار إعادة تقييم للعقار بالزيادة على سبيل المثال بيظهر من ضمن اللي هو احتياطي إعادة التقييم قابل زيادة قيمة الأصل العقاري المحسوم على سبيل المثال، فيجب أني أضيف اللي هو القيمة العادلة أو اللي كنا نسميه التغير في القيمة العادلة من ضمن حقوق الملكية أضيفها حتى يقابل اللي هو الزيادة في قيمة العقار المحسوم حتى لا تصير الزيادة عبء على الوعاء، فيجب أني أقابلها بمصدر تمويلها اللي هو عبارة عن إيش القيمة العادلة الظاهرة ضمن حقوق الملكية. أيضا في 10 جيل أي بند من موجودات من بنود المطلوبات أو حقوق الملكية مول بند من بنود المحسوبات من وعاء الزكاة، فيجب أني أضيفه هنا، وأنا لن أضيفه حتى أصيب الزكاة، لا إضافته هنا تكون حتى أزيل أثر اللي هو حسم المحسومات من الوعاء حتى لا يصير فيه اللي هو الحسم المزدوج على الوعاء. هذه حقيقة اللي هو مكونات الوعاء. أيضا وحنا أكد لا يعني أني أضفت رأس المال أو أضفت اللي هو الأرباح العام أو الاحتياطيات أني أصيبها بعينها للزكاة، لا أنا أضيفها هنا كمكون للوعاء، لكن الوعاء يأتي بعد ما نستخلص من هذه المكونات كل مال غير زكوي مثل ما بيجي معانا في المحسوب. المادة الخامسة من اللائحة بعد ما حين وصلنا للمكونات مجموعها بشكل كامل نبدأ ننقصها بالأموال غير الزكوية. الآن هذه مصادر أموالي كاملة طبقا للائحة المادة الرابعة المكونات، لكن الآن أنقص هالمكونات بقيمة المحسومات بحيث أنها أقول الآن كل ما سيذكر الآن هذا مال غير زكوي. جمعت مكوناتي أصبحت 100 مليون، هل هي الوعاء؟ لا، بمعنى آخر رأس مالي موعة، أجي أنقصه الآن بهذه البنود اللي هي تعد الآن أموال غير زكوية أصول غير زكوية، فأخلص لما آل أو ما استغرق من رأس المال وغيره من المكونات في الأصل الزكوي. أول هذه الحسميات يحسب من وعاء الزكاة ومكونات وعاء المكلف الذي يمسك الدفاتر، أولها اللي هو صافي أصول ثابتة وما في حكمها، أي أصول ثابتة مثل ما ذكرنا أصول ثابتة باعتبارها أصول منتجة اقتنيت لغرض عدم إعادة البيع فيجب أني أنقصها من الوعاء، ومنها على سبيل المثال للحصر ما يأتي. الأصول الثابتة المقترنة لغرض استخدامها
بنشاط المكلف، وذلك بالقيمة الظاهرة في القوائم المالية، كل أصول المكلف اللي اشتريت للاستخدام في النشاط وإنتاج الربح هذا أصل غير زكوي، فيجب أني أنقص بها مكونات وعاء. أيضا دفعات الشراء لأصول ثابتة، أي دفعات متفق عليها مع مورد أو مع مصنع يصنع لي أصل ثابت ويريد لي أصل ثابت وظهرت في قائمة المركز المالي، فيجب أني إيش أعتبرها أصل يعني لم يصل بعد، أو أصل تحت الإنشاء بهذه الطريقة، فيجب أني أحسبها من المكون. أيضا قطع الغيار والمواد غير معدة للبيع، أي قطع غيار تعد مكملة للأصل الثابت فيجب، واقتنيت لغير إعادة البيع ولا أيضا لإضافة تكلفة على المبيع، فمن حق المكلف أن تحسب. أيضا من ضمنها دال قيل الأصول الممولة للمستأجر في عقود التأجير المالية في مشروعات البناء والتأجير والتشغيل والتحويل، اللي هي البي او تي او البي بي او او البي او او البي او تي، اي صيغه من هذه الصيغه والصيغ المماثله لها. ايضا اللائحه صدرت بانها اكتفي ان اصول المموله طبقا لهذه الصيغ من العقود للمستاجر فقط، لكن بعد كذا حقيقه صدر اللي هو دليل الارشادي لعقود التشييد. تعلمون ان الهيئه اصدرت 21 دليل خاص بالزكاه، كل نشاط من الانشطه وضعت له دليل فضلا عن الدليل العام، فضلا عن عده ادله هتصدر ان شاء الله الايام القادمه، دليل خاص بالديون ودليل خاص بالاستثمارات ان شاء الله هتصدر قريبا. فنقول بعد ما صدرت اللائحه في دال الان قيل الاصول المموله طبقا لعقود التاجير الماليه المشروعات البي او وغيرها للمستاجر فقط، لا في الدليل الخاص بالتشييد ايضا قبل انها تخصم للمؤجر، ايضا للمؤجر والمستاجر، لكن بشرط ان تكون اللي هو جوهر العمليه من مشروعات اللي هو البي او تي او البي او او البي او تي او نحوها من الصيغ المماثله، فليست الان فقط مقصوره على الاصول الموله للمستاجر، بل ايضا المؤجر بشرط مثل ما ذكرنا أنها تكون خاصة بهالعقود. أيضا من ضمن الأمور من ضمن الأصول الثابتة الآن صدر اللي هو المعيار الدولي رقم 16 الخاص بالإيجار، المعيار الدولي رقم 16 مثل ما تعلمون أكد على أن أي إيجار أي عين مستأجرة يجب أن على المستأجر إذا كانت مدة العقد أكثر من 12 شهر أن يثبتها بقيمة إيجارها خلال مدة العقد ضمن اللي هو أصوله تحت مسمى أصل بحق الاستخدام. إحنا نقول الآن للمكلف أن يحسم أصل بحق الاستخدام من ضمن اللي يعتبره كأصل ثابت من ضمن الحسميات من الوعاء، لكن بشرط أن يضيف اللي هو طرف الداين أو اللي هو الالتزام الظاهر من ضمن الالتزامات، حتى يعني لا يحدث اللي هو الحسم المزدوج بدون لا نضيف أصله. وإحنا مثل ما ذكرنا في البند 10 من الإضافات يقولنا أي بند من بنود المطلوبات مول محسوب، يعتبر أنا أقبل لك حسم اللي هو الأصل بحق الاستخدام، لكن بشرط أن تضيف اللي هو الالتزام الممول طبقا للقيد المحاسبي المنشئ لهذا الأصل. أحيانا قد يكون أيضا بعض الأصول استغني عنها، أصل ثابت اشتري لجل يساهم في الإنتاج، يساهم في اللي هو العملية الإنتاجية للمنشأة، لكن استغني عنه وتغيرت نية المكلف أن عرض للبيع، وهذا يعالج اللي هو المعيار الدولي رقم 5 اللي هو الأصول غير المتداولة برسم البيع. فإذا ظهر لو ظهر من ضمن الأصول الثابتة صنف أو الموجودات غير المتداولة، لكن طالما تغيرت النية وصنف طبقا للمعيار الدولي رقم 5 هذا لا يعد من أصول واجبة الحسم طبقا للائحة. أيضا من ضمنها اللي هو الإنشاءات الرأسمالية تحت التنفيذ التي تنشأ من أجل استخدامها في المنشأ. إحنا نقول منشأ خط إنتاج جديد ما اشتغل لحد الآن، مستودع المنشأ لا زال تحت الإنتاج، مقر المنشأ، نقول هذا اللي هو أصل ثابت لم يكتمل بعد، فما أنفق عليه حتى نهاية 31/12
من حق المنشأة أن تحسم من مكوناتها. يعني أيضاً الأصول غير الملموسة المثبتة في الدفاتر المكلف، سواء متولد داخلياً أو اشتراها بنية التجار من غير نية التجار، شهرة المحل أو أي براءات اختراع حصل عليها المكلف أو تولدت عنده داخل المنشأة، فمن حق المكلف أن يعدها مثل الأصول الثابتة ويحسبها من وعاء. من ضمن الحسميات اللي هو الاستثمارات، أيضاً الاستثمارات بالبنود المهمة في عملية المعالجات الزكوية، لكن أيضاً الهيئة قيدت أن ما يحسم من الاستثمارات فقط الاستثمارات في المنشآت داخل المملكة لغير المتاجر. هو الشرط الرئيسي أني أحسم الاستثمارات أني أحسمها إذا كانت بنية غير المتاجر، فإذا كانت للمتاجرة فيجب أني إيش لن أحسمها وأخضعها بعدم الحسم للزكاة. لكن إذا استثمرت المنشأة في منشأة أخرى استثمار استراتيجي المقصود منه أن يكون استثمار طويل الأجل تحصل المنشأة منه على أرباح جيد، فنقول من حقها أن تحسن باعتبار إيه؟ باعتبار استثمار طويل الأجل، فمن حقها أن تحسن. لكن يشترط إذا كانت تلك المنشأة مسجلة في الهيئة، يجب أنها تكون مسجلة في الهيئة وتخضع لجباية الزيادة الزكام موجب نفس اللائحة، بنفس اللائحة فيجب أن إيه؟ أن يحسمها في المكلف. أيضا أكدت اللائحة أن اللي هو أكدت اللائحة الاستثمارات المنشآت داخل المملكة، أكدت أن لا تعد الأصول المؤجرة تمويليا في الدفاتر التجارية، المؤجر الاستثمار يحسم من وعاء الزكاة مهما كان توبيبها. أن نقول الأصول إذا ظهرت من ضمن أصول المكلف في شركات التمويل غير المرخصة لمؤسسة النقد اللي حتحاسب في خاصة بقواعد التمويل، يظهر أن المكلف ممول تمويل اللي هو أو إيجار تمويلي أو تمويل ظهر مدينين من ضمن اللي هو مدينيه مدينين ناتجين عن اللي هو أصول مؤجرة، فيجب أنها ما تحسم له، تعتبر ديون جيدة يجب أنها تخضع للزكاة فبالتالي لا تحسم. وهي كذلك لا تعد القروض المدينة أو التمويل المساند أو الإضافي ما في حكمها الممنوحة للمنشأة المستثمرة بها استثمار يحسب من الوعاء. احنا نقول أي تمويل للشريك من شركة قابضة شركتها تابعة أو شركة زميلة شركتها تابعة والعكس، نقول لا يحسم في الشركة المستثمرة هذا الدين باعتبار أن إيه؟ أن عملنا وحققنا الشخصية الاعتبارية. مثل ما قلنا أي تعاملات ما بين اللي هو الأطراف ذات العلاقة نعتبرها كأنها أطراف من أشخاص مستقلين، وبالتالي ما نحسم أي قروض ممنوحة أو اللي هو قروض مساندة من الشركة المستثمرة للشركة المستثمر فيها. أيضا خصم 5 قيل الاستثمار في منشآت خارج المملكة لغير المتاجرة، قلنا إحنا داخل المملكة بالاعتبارات اللي ذكرناها. أيضا إذا كانت الاستثمارات في منشآت خارج المملكة لكن يشترط أنها لغير المتاجرة، فمن حق المكلف أن يحسمها، لكن بشرط أن يسدد المكلف زكاة هذه الاستثمارات بهيئة بموجب شهادة معدة وفقا لأحكام اللائحة، معتمدة محاسب قانوني مرخص له في المملكة. أي في السابق في تطبيقات 38 كنا نقول لا، يجب أن المكلف المستثمر خارج المملكة يعني يزود الهيئة بالقوائم المالية للشركات المستثمر فيها والهيئة تحسب الزكاة وفقا لها. لا، الآن اكتفي بأن المكلف يسدد الزكاة عن هذه الاستثمارات بموجب شهادة معتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة. أيضا وضع شرط للحد الأدنى لوعاء هذه الاستثمارات بحيث أنه لا يقل اللي هو الوعاء عن هذه الاستثمارات اللي استخرج وصل به المكلف المحاسب القانوني بموجب الشهادة لا يقل عن نصيب المكلف في الصافي الربح الدفتري الوارد في الاستثمارات. بمعنى آخر لو كان هو مستثمر في خارج المملكة نصيبه من الاستثمار 10,000، يجب أن لا يقل الوعاء اللي احتسبه المحاسب القانوني وفقا لشهادته عن 10,000، وإلا أخذ بالحد الأدنى للوعاء اللي هو حصة المكلف في شركته المستثمر فيها من ربح في الخارج. حتى أيضا نأكد حتى في اللي هو يحسب الاستثمار الخارجي في منشآت خارج المملكة لغير متاجرة، يجب أن
انه يقدم هذه الشهاده المعده من حاسب قانوني وفقا اللي هو تعليمات اللائحه، وايضا مثل ما ذكرنا ضابط لها لا تقل عن حصته في الربح محقق له في شركته المستثمر فيها في خارج المملكه. ايضا من الحسميات صافي مصاريف التاسيس وما قبل التشغيل وما حكمها من المصاريف الراسماليه. احنا نقول اذا ظهرت الان انتم عارفين ان اللي هو المعايير الدوليه قيلت المصاريف ما عاد في شيء مصاريف تاسيس ولا مصاريف ما قبل التشغيل ولا مصاريف اراديه مؤجله، هذه يجب انها يعني تحمل بها السنه الماليه اللي انفقت فيها. فنقول لو ظهرت من ضمن اللي هو اصول المنشاه او من الاصول الاخرى في المنشاه فهي بحق المكلف انه يحسمها باعتبار ان جزء من اللي هو راس المال استغرق في هذه المصاريف وصرفت فعلا، فمن حق المكلف ان يحسمها من راس المال. ايضا من ضمن الحسميات صافي خساره العام الزكوي المعدله اقراض الزكاه، زي ما احنا اضفنا اللي هو الربح من حق المكلف ان نستنقص حقوق الملكيه بقيمه الخساره المحققة خلال العام. أيضا صافي الخسارة المدورة المعدلة لإخراج بيت الزكاة، نقول في خسائر المدورة مثل ما أضفنا صافي الربح والأرباح المدورة نحسم الخسائر المدورة. أيضا من حق المكلف أني أزيد أضخم قيمة هذه الخسائر المدورة المعدلة من سنوات سابقة بقيمة اللي هو المخصصات اللي رفضتها الهيئة في سنة تكوينها، وهذا لأن أصلا المخصص جاي معي من ضمن المكونات، فكاني الان اذا الان ما اضفته عليت به قيمه الحسميات متمثله في الخسائر المدوره كاني اخضع المخصص مرتين، فمن حق المكلف ان يخفض قيمه مكونات اللي هو البيع باني اضيف هذه المخصصات اللي كونت في سنواتها وعدلت بها الخسائر في سنواتها اعيدها مره اخرى للخساره حتى تضخم قيمه الخسائر المدوره وتقابل الاضافه في المكونات في المخصص اللي اخذته في اول الفترة. ايضا من ضمن الحسميات قيمه العقارات تحت التطوير المعدل للبيع التي يتم تصنيفها اصول غير متداوله في القوائم الماليه، هذه المطورين العقاريين كانت باعتبار انها مبيع ما تحسمها الهيئه بشكل قاطع، الان لا قيل اذا ممكن اذا صنفها المكلف من ضمن اصوله غير المتداوله وايضا مع انه يعني ينوي بيعها، وايضا اذا باع في حدود 25% منها فيجب انه من حقه اني احسمها له، لكن لا تتجاوز هذه المده، وللعلم اصدر بشكل واضح وبشكل تفصيلي اصدر دليل خاص اللي هو دليل الانشطه العقاريه، وضح في هذا البند وبشكل كبير، ولو احد يبي يعني يرجع ويستفسر في هذا الشيء يرجع اللي هو دليل الأنشطة العقارية فيها موضح بشكل كامل هذا البند بشكل تفصيلي وبأيضا أمثلة رقمية وواقعية وممكن يستزاد منها، حتى لا يعني يسعفنا الوقت أن نحاول ننهي المطلوب في المدة المقترحة للورشة. أيضا الوديعة النظامية لشركات التأمين وعادات التأمين من حق شركات التأمين أن تحسمها. الوديعة النظامية شركات نظام التأمين وإعادة التأمين يشترط على شركات التأمين أنها تودع في أحد البنوك بأمر مؤسسة النقد 10% من قيمة رأس مالها. فنقول رأس المال إحنا أضفناه بالكامل ضمن المكونات، الآن فيه جزء منه مكفوفة يد المنشأة عنه، فيجب أني أخفضه وأحسمه، بحيث على سبيل المثال لو رأس مال شركة التأمين 100 مليون تشترط عليها مؤسسة النقد أنها تحجز 10 مليون اللي هو 10%، فنقول الان انا اضفت ال 100 مليون بالكامل والشركه ما استخدمتها بالكامل، فهي استخدمت 90 فقط، حتى اصل لل 90 يجب اني اضع من ضمن الحسميات اللي هو ال 10 مليون لكي نقول نخلص ما استخدم من راس شركه التامين اللي هو كم؟ ال 90 مليون فقط. فمن حق شركه التامين ان تحسم الوديعه النظاميه. ايضا اي ودائع نظاميه اخرى يفترضها اللي هو نظام اللي هو النظام الجهه المنظمه لهذا النشاط يفترضها من راس المال فقط، يعني اي وديعه من راس المال يجب من حق المكلف. واخيرا اللي هو المدخلات الزراعيه المخزنه المشتراه بغرض الاستخدام في الانتاج. نشاط الزراعه احيانا يجنب جزء او انه يشتري جنب جزء من انتاجه او يشتري
بذور على سبيل المثال أو تقاوي أو ما إلى ذلك، اشتريت لأجل استخدمها في الإنتاج ما لإعادة بيعها، فمن حق هذه الشركات الزراعية أن تحسم هذه المدخلات المخزنة للأغراض الاستخدام في الإنتاج، الاستخدام في الإنتاج بشكل كبير. هذه حقيقة الحسميات. مثل ما ذكرنا، إن ذكرنا المكونات، بعد ما نصل للمكونات على سبيل المثال وصلنا إلى 5 مليون، نصل للحسميات على سبيل المثال إنها 3 مليون، فنحسم اللي هو الحسميات من المكونات. كنا نقول الآن ما استغرق الآن الحسميات زي ما أنتم شايفين غالبها أصول ثابتة أو خسائر ما تخلص من هذا، أو مصاريف في حكم اللي هو الأصول الثابتة، أو اللي هو جزء من رأس المال اقتص كالوديعة وما إلى ذلك. فنقول كل هذه المكونات الآن أن ما خضعناها للزكاة، أن رصدناها وحصرناها، وبعد ذلك إيش حسمنا منها ما استغرق منها في أصول غير زكوية، أو ما استغرق منها في 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 خسارة، خسارة عبء على على حقوق الملكية ومنقوصة من حقوق الملكية، أو ما استغرق منها في مصاريف مثل مصاريف التأسيس وغيرها اللي عبء على رأس المال. فحنا نقول الآن جبنا اللي هو المكونات اللي هو 5 مليون، حسبنا منها هذه الأصول الثابتة وما في حكمها من خسائر وما إلى ذلك كأمور منقصة للمكونات، وخلصنا إلى وعاء زكوي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الطرف الآخر من قائمة المركز المالي اللي هي الموجودات، مثل ما ذكرنا بداية الموجودات المتداولة هي الأموال الزكوية. لكن هنا بعد ما أنقصنا المكونات بكل ما استخدم منها لأغراض أو في أموال غير زكوية من أصول ثابتة وما إلى ذلك، فنخلص إلى أن وصلنا إلى وعاء خالي من الدين، يعني خالي من الدين بشكل كبير. وأيضا إضافتنا للديون هنا كانت فقط في حدود ما في حدود قيمة الموجودات غير المتداولة باعتبار أنها ضامنة لها عند الحسم. هذه حقيقة لائحة أو مادة الرابعة والمادة الخامسة، وهم مادتين في أمر في لائحة 1440. بقي لنا حقيقة نقول من القواعد المهمة اللي جاءت بها لائحة 40، إن أخذت نسبة الزكاة بناء على عدد الأيام الفعلية للعام الزكوي. كنا أول حقيقة نتعامل مع الوعاء الزكوي بغض النظر كانت السنة ميلادية أو سنة هجرية، بغض النظر كانت سنة مالية قصيرة أو سنة مالية طويلة. جيد، الآن النسبة المئوية اللي حنا نقول 2.5 شرعا هي ربع العشر، وهذه النسبة المئوية اللي هي ربع العشر اللي هي 2.5 هي منوطة بأيام السنة الهجرية من السنة الميلادية. أجل كده قلنا، وأيضا الآن تصور أن فيه الآن الفارق ما بين السنة الميلادية التي تستخدمها الشركة والسنة الهجرية في عدد الأيام 11 يوم. كأن نقول لو استخدمنا 2.5 الآن على زكاة اللي هو السنة الميلادية، كأن فيه زكاة 11 يوم، هذا فاقد ما أخذ عنها للزكاة. جيد، هذا أول أمر. أيضا في بداية عمر المنشأة إذا كان المكلف اختار لنفسه أن يأخذ سنة مالية قصيرة، لو بدأ سجله التجاري في 1/4 على سبيل المثال، وانتهى واختار أن يكون سنة قصيرة في 31/12، ويجي يقول أنا ما حل علي الحول هنا، لا، حقيقة طالما النشاط مستمر فأنت يحول عليك الحول في إيش؟ في 30/3 من السنة التالية. فالآن هذه السنة القصيرة الآن الواجب عليها زكاة باعتبار حول الحول، باعتبار أني لن أستطيع أكلف المكلف ما لا يحتمل، أقول لا 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 اجعل لي سنة زكوية وعد لها قوائم في 30/3 خلاف سنتك المالية. احنا نقول لا، الآن هذه الفترة القصيرة اللي هي عبارة عن 9 أشهر، أنا أخضعها للنسبة مئوية يومية باليوم حتى أحقق الزكاة. أيضا لو اختار المكلف السنة المالية السنة المالية الأولى في بداية نشاطه سنة طويلة، فأيضا نفس الشيء حتى لا يكون هناك فاقد زكوي عبارة عن اللي هو عدد اللي هو السنة عدد الأيام الزايدة عن السنة الطويلة زي ما تيح لنظام الشركات بحدود 18 شهر، فنقول الزايد هذا قد يكون فيه فاقد زكوي. من هنا قيل قررت اللائحة أنه تأخذ نسبة يومية، بمعنى آخر اللي هو 2.5% أقسمها على عدد أيام اللي هو السنة الهجرية اللي هي المنوط فيها شرعا اللي هو 2.5%، يطلع لي نسبة مئوية.
أضربها في عدد الأيام، في عدد الأيام السنة، سواء كانت سنة ميلادية 365 أو سنة قصيرة أو سنة طويلة، ويتخرج لي اللي هو مقدار الزكاة الواجب. هذا العلم معمول فيه، وهذا مقر من جميع من غالب اللي هو المجامع الفقهية في العالم الإسلامي، هو اللي تعمل عليه العمل أيضا في الندوة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة وغيرها. أيضا من الأمور المهمة اللي هو بداية محاسبة الزكاة، أن أكد في اللائحة ويعطي المكلف يعني مجال آخر اللي هو من تاريخ إصدار السجل التجاري، أو من تاريخ الحصول على أول ترخيص، أو من تاريخ إيداع رأس المال. هذه الثلاثة الاعتبارات أيهما أسبق. أيضا قيل ما لم يثبت المكلف خلال ذلك، قد يكون المكلف أصدر سجل التجاري، أيضا عنده ترخيص من أول ترخيص لحصول حصل على ترخيص مزاولة النشاط، أيضا ثبت للهيئة أن أودع رأس المال، لكن المكلف عنده إثبات آخر أنه ما استطاع أن يمارس النشاط. على الرغم من هذا كله نقول من حق المكلف الآن أنه إذا أثبت تاريخ مغاير أن يؤخذ الحسبان. ما ودي أطيل أكثر من كده حقيقة الآن، وهذا ما يعني ما لدينا في هذه العجالة. يعني أنا أهيب بالجميع حقيقة أنهم يستفيدون من ما أصدر من أدلة إرشادية. الهيئة أصدرت ما يقارب 21 دليل للزكاة فقط، والآن إن شاء الله في يمكن 3 أدلة قد تصدر خلال الأشهر القادمة، أدلة تفصيلية، أدلة نوعية بحسب الأنشطة، أدلة في الدليل العام أيضا فيها شيء من التوسع، وأيضا الجميل فيها أنها مشتملة على اللي هو أمثلة رقمية وأمثلة واقعية، وأيضا فيها الأسئلة الأكثر شيوعاً مجاب عليها. فهي حقيقة يعني نقلة نوعية في 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 توضيح وفي تثقيف المكلفين، وأيضا اللي هو قنوات الاتصال مع الهيئة سواء عن طريق تويتر أو غيره، أو موقع الهيئة مفتوح لأي استفسارات ممكن تخدم، بحيث أن نصلح لنا والمكلفين لقراءة يعني قراءة واضحة، وقراءة يعني على قول نصل فيها المقصود من اللي هو من اللائحة الزكوية. ويعني شكرا للاستماع، وأكرر شكري للزملاء في الغرفة التجارية. والآن يعني نشوف بعض الأسئلة اللي في حدود الوقت، وأيضا أي أسئلة أيضا خاصة بموضوع الورشة. في سؤال يقول طبقا للائحة 38 محسومات الوعاء البند 6 والخاص بالجاري المدين المالك والشريك ما لا يتجاوز نصيبهما في الأرباح، هل تم الإبقاء عليها في هذا البند؟ لا، في لائحة 38 لم ينظر اللي هو موضوع إذا كان هناك حساب جاري مدين للمالك أو الشريك. فإحنا مثل ما قلنا الآن أخذنا بالشخصية الاعتبارية وتحقيق الشخصية الاعتبارية، والمنشأة أبقت هذا الجاري المدين موجود، يعني الشخصية الاعتبارية المتمثلة في المنشأة الشريك مدين لها، فإذن يجب أن يعني أخضع للزكاة بقيمة الدائنية، خصوصا إذا نشأ عن اللي هو تعامل تجاري. أول كان يقال يحسن بما يتجاوز نصيبه من الأرباح المرحلة، أول كان يقال كأن يقول أنا الوزع عليه أرباح الآن وأسوي مقاصة ما بينه وبين أرباح، لكن المنشأة نفسها ما أخذت هذا القرار، والمستفيدين من القوائم المالية ما أخذوا هذا القرار، كيف يصير الآن عبء عليه؟ يقول بالنسبة للمادة الرابعة الفقرة 2 الخاصة بالإيرادات والدفعات المقدمة والعام أو نهاية يوم أقل، هل يندرج ضمن الفقرة 3؟ إحنا نقول أي دفعات مقدمة، أي شيء هو إحنا نقول سواء سميناه دين، سميناه التزام، سميناه مطلوبات، أي بند من بنود الالتزامات يجب أن يدخل من ضمن الفقرة رقم 3.
يعني في بعض الأسئلة ما هي خاصة بالهذا وحول القيمة المضافة، فعندنا يعني نعتذر عنها. يقول صار في الخسائر المدورة بعد إضافة المخصصات التي سبق تخفيضها، أو الخسائر المدورة طبقا للمدفعات أيهما أقل، نرجو التوضيح. هو هذه حقيقة زميل، هذه من الأمور الجديدة في اللائحة. قيل إن إحنا قلنا اللائحة القديمة كانت تقول، أو لائحة 38، صافي الخسائر المدورة أو الخسائر المدورة ما في صافي بعد إضافة المخصصات، قلنا إحنا نضيف المخصصات إنها في سنة تكوين المخصصات خفضنا قيمة الخسارة فيها. والان احنا استصحبنا معانا المخصصات ضمن الاضافات. فانا الان لو لم اضخم قيمه الخسائر باضافه المخصصات لها فاني خضعت المخصص مرتين، لكن الجديد في اللائحه مثل ما ذكر الزميل انه قلنا هذه الخسائر بعد ما نضيف لها المخصصات جيد نقارنها مع الدفتريه خسائر المرحله طبقا للظاهره في القوانين الماليه وناخذ ايهما اقل. لان اول كنا نقول نضيف اللي هو مساهمة الشركاء في تخفيض الخسارة. احنا نقول الآن قد يقع الآن في خلال السنة مساهمة من اللي هو من الملاك في تخفيض الخسارة، بمعنى آخر لو كانت الخسارة الدفترية مليون وصلت أكثر من 50% من رأس مال الشركة، بيفترض على الشركاء أنهم يتدخلون يدعمون الشركة، كانت الخسارة كم؟ مليون، دعموا الشركة الآن ب 700 ألف، أصبحت الخسارة في القوائم 300 ألف، لكن الخسارة اللي عندي لنا عدلتها كانت 400 ألف، والآن أضفت لها اللي هو المخصصات اللي 50، أصبحت عندي كم؟ 450 ألف. لكن في الدفترية اللي هي الآن تأثرت بيش؟ بمساهمة الشركاء في تخفيض الخسارة، فيجب أني آخذ الدفترية لأنها أصبحت هي الممثلة الآن لجزء للوضع الحقيقي للمنشأة. فأنا آخذ الخسارة، لكن لو بقيت الخسارة بدون اللي هو دعم الشركاء بدون مساهمة الشركاء حتبقى مليون، فأنا آخذ اللي هو خسارة الدفترية اللي هي 450. لكن إذا كانت فيه فيقصد من هذه يجب أن نستصحب معانا أثر أي مساهمات من الملاك في تخفيض. يقول هل يتم احتساب الزكاة في حالة السنة القصيرة ولم يقم المكلف بتحقيق أي إيراد بعد؟ احنا نقول يحتسب. الزكاة ما تدور مع الربح ولا مع الإيراد، الزكاة تحتسب تدور مع وجود المال. عندي رأس مال الآن، بقي عندي الآن رأس المال في قائمة المركز المالي وفي سنة قصيرة ولا زال عندي في النقد، وأنا بخضع للزكاة لا زال موجود في النقد. لكن حقق ايراد ما حقق ايراد هذه ما هي مساله ضريبه، لا مساله زكاه. الزكاه علتها وجود المال، اذا وجد المال فيجب اني زميل يقول سنه قصيره، انا ما قلت اني احسب السنه القصيره، احسب السنه القصيره باعتبار ان في امتداد، يعني والسنه القصيره هنا اصبحت قصيره لان المكلف نفسه اختار السنه القصيره، مع انه مستمر، يعني الواجب انه بعد تمام حول قمري يجب ان يقدم لي وعاء، قدمني قوائم. هذا لو الزمنا به المكلف كان يتحمل اللي هو ايش؟ اعباء اضافيه من اللي هو مراجعه قوائم وما الى ذلك، وايضا بيصير عنده قائمتين خلال السنه، قائمه حقيقيه 31/12 وقائمه خاصه بالزكاه، وهذا يعني في عبء كبير على المكلف. لكن نقول انا احسب على السنه القصيره الان باعتبار نشاط مستمر. وايضا نؤكد الزكاه ما تدور مع الايراد، بل ما تدور مع الربح، احيانا قد يكون في ربح في خسائر، قد يكون في خسائر والمنشأة محققة خسائر، لكن عليها أيضا زكاة باعتبار الفائض فيه فائض زكوي ناتج من حقوق ملكية انعكست أو استغرقت في أموال زكوية.
يقول عند تحديد قيمة الديون طويلة الأجل التي سوف تضاف إلى الوعاء، هل تدخل قيمة خسائر السنة المعدلة والخسائر مدورة في سنوات سابقة؟ نص اللائحة أكدت في جيم من المادة من فقرة ثلاثة من المادة الخامسة أنها يعني جميع الخسائر على إطلاقها، والخسائر من ضمن الخصميات التي ذكرت في المادة الرابعة، مع أن الخسائر هي في الحقيقة عبء على رأس المال فقط، على الحقوق الملكية فقط، ما هي عبء على 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 الديون. هل يعتبر المقاصر بين توزيع الربح وجاري الشريك المدينة هل يعتبر توزيع عند التالي لا يخضع الزكاة؟ احنا قلنا ما ناخذ في هذه اي توزيعات ما نقبلها، يظهر ناخذ الاقيام الظاهره في 31/12 يظهر جاري مدين للشريك ونقول احنا هذا ما نعتبره من ضمن الحسبية. وهل السنة المالية تحسب بالسنة الهجرية أو الميلادية؟ نقول للمكلف أن يختار أي سنة يراها هجرية ميلادية، لكن احتسابنا للزكاة اليوم اللي احنا قلنا وضعناه أن أخذنا باعتبار أن اللي هو 2.5% اللي هو ربع العشر الشرعي خاص بالسنة الهجرية. لأجل كذا قلنا المكلف يقدم أي سنة مالية قصيرة طويلة ميلادية هجرية، إن كانت هجرية بخطها 2.5 مباشرة، إن كانت ميلادية بخضعها النسبة اليومية والقصيرة كذلك والطويلة كذلك. الميلادية حنخضعها للفاصل 5-7-7، هذا هو اللي هو بعد إضافة زكاة الـ 11 يوم، وهذه النسبة المئوية اللي احنا نقولها. ومثل ما ذكرنا حنا نؤكد أن هذه النسبة أو المعتبرة ومأخوذة كيعني عذرا يعني معتمدة في كل اللي هو المجمعات الفقهية، وأيضا معتمدة في الندوة العالمية لقضايا الزكاة المعاصرة. هذه الأسئلة اللي حوالينا، يعني أكرر شكري للحضور، ويعني أقول شكرا لحضوركم وشكرا لوقتكم الثمين اللي قضيتوه معنا في هذه الورشة. ونأكد أن الهيئة يعني تأمل من الجميع المهتمين أن يعني يستفيدوا من كل منشورات الهيئة، وخصوصا الأدلة الإرشادية الخاصة بالزكاة وغيرها من القيمة المضافة وضريبة القيمة المضافة والقيمة ضريبة السعة الانتقائية وغيرها. فالحمد لله الآن فيه يعني كم كبير من الأدلة والاستفادة منها يعني بشكل كبير، ونهيب الجميع أنهم يستفيدون منها. وأي استفسارات تلقاها الهيئة سواء على موقعها الرسمي أو على حسابها خاص بتويتر أو غيره من مواقع التواصل، فالهيئة يعني ترحب. وأشكركم وأكرر شكري للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.